الصيام روشتة الصائم. خلاص كل سنة وحضرتك طيب، بكرة بداية رمضان نبدأ ندي نصايح للصائمين. يعني بداية، يعني كل واحد عاش وأدرك هذا الشهر ده إنسان محظوظ، لأن المولى عز وجل بيمنحه فرصة أخرى لإعادة ترتيب الأوراق وعمل الصيانة السنوية. نعم. أنت عارف حضرتك لما بيكون الواحد عنده عربية يقول له صيانة المئة كيلو، صيانة الألف كيلو، نعم، صيانة العشر تلاف، نعم، صيانة السنة، هكذا الصيانة السنوية للجسد. نعم. فعندما يصوم الإنسان يعني مثلا 4 أسابيع أو 30 يوم، نعم، دي فرصة لتنقية الجسد من الشحوم الزايدة ومن السكريات والأملاح، والتخلص من الوزن الزيادة، والتخلص من التدخين، العادات السيئة، والشرب في أوقات غير مناسبة، نعم، والأكل بين الأكلات، حاجات كتيرة جدا هيعاد ترتيبها. أيضا فرصة لإعادة ترتيب البيت الروحي أو القلب، نعم، والوجدان. نعم. يعني الذي يصوم ويمتنع عن الطعام والشراب وتلاقيه برضه عمال يهرتل ويشتم ويكره ويحقد وينفس ويعادي وطنه وأهل وطنه، ده ما صامش. أنت عشان تصوم يا حبيبي، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. يعني الرسول يؤكد على أن الصيام لابد أن يكون مش بس صيام أكل وشرب وجوارح، لكن أيضا صيام للقلب والروح وتنقية من الكراهية والأسفين والنفسنة، الحاجات اللي أضرت بقلوبنا جدا جدا في الفترات الأخيرة. نعم. أنا أرى أن نسبة عالية من الأمراض العضوية اللي الناس بتعاني منها، سواء ضغط مرتفع، سواء سكر، سواء دهون وكوليسترول، سواء أزمات قلبية، ترجع إلى الحالة النفسية السيئة، إلى رصيد الكراهية المتزايد، رصيد الأحقاد اللي هو المتزايد، اللي هو تقطيع الأرحام، عدم الطبطبة على الغلابة والمحتاجين، الأنا اللي هي بدأت تعلى. نعم. كل ده يصب سلبا على قلب الإنسان عضويا. بنصح مريض القلب وهو الصائم، بنصحه بإيه؟ يراعي إيه؟ يعمل إيه؟ هو الأول هيصوم ولا ما يصومش؟ آه يعني مين اللي يصوم ومين اللي ما يصومش مريض القلب؟ نعم. هو العنوان العريض وأن تصوموا خير لكم. نعم. بس تبقى حالتك مستقرة. نعم. فما تبقاش لسه مركب دعامة في أول 6 شهور أو عندك ذبحة صدرية وكل شوية قرص تحت اللسان، أو لسه طالع من العناية المركزة، أو عامل عملية قلب مفتوح، أو عندك سكر معتمد على الإنسولين وسكرك ممكن ينخفض جدا ويؤثر عليك، أو عندك ضغط دم بيوصل 200-220 وما بينزلش بالأدوية، أو عندك هبوط في القلب وبتنهج من خطوتين والأدوية المدرة كل شوية وتتبول كتير ورئك ينشف وتبقى عايز محاليل، فلازم وظائف الكلى تبقى كويسة، عضلة القلب كويسة، ما انتش طالع من أزمة قلبية حديثة عشان تصوم. طيب لو صمت تعمل إيه؟ لو أنت لا توجد عندك هذه الممنوعات أو الحاجات اللي هي مبيحات الفطر، لو عندك استفيد بيها. يعني في ناس حضرتك يا أستاذ أحمد بيقولي مثلا في 60 أو 70 أقول له افطر، يقعد يعيط، يا دكتور أنا بقالي 40 سنة بصوم، عايز يصوم، عايز يصوم طبعا. أقول له المولى عز وجل أكرم منك، هو الذي فرض عليك الصيام، الرخصة، هو الذي أعطاك الرخصة، آه، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم.